أعلن رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر خلال مؤتمر مساعدة هايتي المنعقد في مونتريال أن إعادة إعمار هذا البلد ستستغرق 10 أعوام على الأقل. شارك في المؤتمر الذي دام يوما واحدا ممثلون عن 15 بلدا ومنظمات دولية بهدف تنسيق الجهود لمواجهة تداعيات الزلزال المدمر الذي ضرب هايتي منذ نحو 12 يوما. ملايين الدولارات التي تعهد بها مشاركون في مؤتمر مونتريال في كندا لمساعدة هايتي لم تكن كافية من وجهة نظر حكومة الجزيرة المنكوبة بالنظر إلى أبعاد الكارثة الإنسانية التي تمخض عنها الزلزال المدمر. يمكن ببساطة أن أبلغكم أن الشعب في هايتي يحتاج للمزيد والمزيد والمزيد من أجل إنجاز مهمة إعادة الأعمار. مؤتمر مونتريال هو الأول من نوعه يعقد بعد الزلزال لتقديم يد العون إلى هايتي، وقد ركز المشاركون بصفة رئيسية على البدء هذا الشهر في تنفيذ استراتيجية لإعادة بناء ما دمره الزلزال. وقد أشارت تقديرات الحكومة الكندية إلى أن تنفيذ تلك الاستراتيجية سيستغرق ما لا يقل عن 10 سنوات، شريطة أن تتضافر جهود المجتمع الدولي لتحقيق ذلك الهدف. إن دوركم محوري وصوتكم قوي، ونحن جميعا نقف معكم على أهبة الاستعداد. كل الحكومات والمنظمات المجتمعة اليوم استجابت بسرعة وبسخاء للكارثة الإنسانية في هايتي، ومن جانبنا كحكومة كندا تعهدنا اليوم بتقديم 135 مليون دولار كمساعدات إنسانية. وزراء وممثلون عن 15 دولة من بينها الولايات المتحدة وفرنسا وكندا البلد المضيف، بالإضافة إلى الأمم المتحدة ومنظمة دولية، ناقشوا آلية تنسيق توزيع الأغذية والمياه والأدوية والإمدادات الطبية للأعداد المتزايدة ساكن المخيمات المؤقتة المتناثرة في أنحاء هايتي. وتكتسب جهود المشاركين في المؤتمر أهمية ملحة مع اقتراب موسم الأمطار والأعاصير، والذي قد يحمل معه مزيدا من البؤس والمعاناة لضحايا الزلزال. هناء عوني، BBC.